خطر جديد يحدق بقضاء المحاويل بمحافظة بابل، فمكب النفايات الذي يحيط بعشرات المنازل يتسبب لأهالي القضاء الإصابة بمرض السرطان والأمراض الجلدية المختلفة أمام صمت حكومي مقيت. علي فليفل والتفاصيل. هذا الرجل أحد ضحايا السرطان، أبو حيدر من سكنة قضاء المحاويل. سبب إصابته بالمرض مكب النفايات الذي يحاصر منازلهم من جميع الاتجاهات، وتقوم بلدية المحاويل بإحراقه يوميا في الليل ليصحو هؤلاء الأطفال على هواء يقتلهم دون صوت. الدخان هذا اللي شعلوه، نعم، دخان كلش كثيف، اشتمها مدري شنو، قام الضايق صدري مرة مرتين، ودوه للمستشفى يشكلوا لي أبار وأكسجين ومغذي وأكسجين، بعدين النوب ساعة حالته بدنوب، سوالي بمفراس وسوالي أشعات وسوالي اسمه، نعم، قال هاي عندك سرطان بريد، أكثر من سنتين، هاي يومية معدل، إحنا بالليل هيك هاي يشعلون هذا المنطقة كلها، يشعلون هذا الدخان، يعني بحيث تطلع من هذا، حتى اللي صاحي ما بيشي هو هم يخترق منه. أكثر من 10 إصابات بذات العلة دفعت أهالي المنطقة لتنظيم وقفة احتجاجية لإزالة المكب الذي قررت وزارة الصحة رفعه سابقا، لكن البلدية لم تمتثل لقرار الوزارة وأصبح مرتعا للجراثيم والقوارض. أكثر من 10 حالات سرطان، إصابة بحالات سرطان بسبب هذا المكب، وحالات الربو الاختناق والطفح الجلدي، وأيضا الكلاب السائبة أدت إلى افتراس مواطن عندنا، هم كثرة الكلاب السائبة بسبب هذا المكب وتوفى عندنا شخص. وضعية يعني أنتم تشوفونها، أكو مكب نفايات هنا يصير من المنطقة، منطقة سكنية، والهواء عليهم شمالي، يعني يا ريت هم الهواء يعني صاير بظهرنا من هناك، هم نقول الهواء ما يصير، يعني أيش لا تشعل لك أبسط مكان هو الدخان رأسا تحس به داخل البيوت. هواء ملوث وأكوام نفايات تفتك بالطفولة وكل ما هو على قيد الحياة في هذه المنطقة دون أي ردة فعل من قبل الحكومة المحلية. من محافظة باب العلفليفل، الرشيد.